جينا الليلة باش يحكينا على برنامج جديد صحري بحري. البرنامج بحب كبير نستقبله يوسف صحري بحري. واخيرا نجم نقول انه الحلبة متاعك بدأت تتحقق ولا؟ الحمد لله بدأت تتحقق ايه صحيح صبرنا وجيت رب ذارة النافعة كي خرجت من الحوار ولا؟ اي تنجم تكون كان ديكليك انه معناتها نخمم تعرف كي تبدا تخدم في التلفزة حبل على الجرارة دونك ما عندكش وقت انك تركز روحك باش تعرف شنو تحب تعمل دونك كي خرجت من الحوار خذيت ركول اوكي باش نعمل ايميسيون على الويب ومن ايميسيون على الويب الحمد لله تو في التلفزة. شوف بكل صراحة روبريك صغيرة في برنامج متشاف برشا في تلفزة متشافة برشا وإلا برنامج وأنا مقدم فيه في تلفزة مش متشافة برشا بشكل كبير معناتها الحقيقة تو من بعد الباركور الصغير اللي عملته في التلفزة نتصور نتاع التلفزة صغيرة ويتشاف. إنتاج شكون البرنامج؟ إنتاج زينة بروت اسكندر بوزيدي هو اللي امن بالبروجي في التلفزه دونك معاه هو تصفيق على زينة برود دونك امن انه بروجي نجم ياخذ بلاصته في التلفزه وانطلقت لها يعني القناه تونسنا هي باثه فقط هي باثه للبرنامج هكا صحري بحري البرنامج ما تعبتش برشا باش تلقى العنوان مستوحاة من البرنامج نتاع باسم يوسف شكون صحري بحري جاي ينافس في اهل الصحافه ويعمل في البرامج ومين ما كان ولا توا يقدم وحك راسك اعمل بيرو وجيب الضيوف سمعتوا الكلام هذايا هم تفرجوا معناتها اللي راهو كابابل معناتها اللي روتور كانوا سيرتو من اهل الدومين انه دي روتور بوزيتيف معناتها افيك لي مويان اللي موجودين برنامج حلو كريتيك صحيحه في البرنامج فما ديكريبتاج فما زابينغ مكتوب بالكدا حتى في مش تحاور زيدا اول مره نحاور انا ما كنتش نحاور ما نجيبش عبيد نحاورهم في برنامجي دونك توا شوي بشوي معناتها وعلاش لي الشباب ياخذ فرصته انت شنو قاري في الاصل؟ انا صحف انت عامل صحافه؟ اي معناتها عندك شهاده في الصحافه؟ لا ما عنديش شهاده مازلت ما خذيتش الشهاده؟ لا مازلت ما خذيتش الشهاده انا بطلت القرايه ديريكت جيت نخدم في تونس في بالي باش نرجع نقرا وكل شيء التو اما باش نرجع وناخذها الشهاده سير متاكد من روحي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله عم ناول سالوك ترى روحك حاضر باش تولي مناشط قلت من راش روحي حاضر شو اللي صار باش انت تبدلت وقلت انا تو نجم نولي مناشط بدلت راي خاطر حسيت روحي انه وقتي معناتها هو برنامج في اليوتيوب ما دام التلفزه كلمت كما قلت لك ماهيش نامبورت كيل تلفزه، تلفزه زدنا باند زدنا موزيكا زدنا حياه معناتها ليميسيون. يوسف هبطت بوست في 15 ديسمبر 2020 حكيت في البوست هذا قلت علاش ديما نفس الوجوه في التلفزه؟ لما فما كان هما اللي نجموا نجيبوهم لكن النقد اللي يتقال للمنصتين الكل. صحيح معناتها علاش انتم تجيبوا في نفس الوجوه؟ علاش تجيبوا في نفس المواضيع؟ فما برشا ممثلين فنانين في مجال الاعلام والديجيتال عندهم يقولوا في روحهم وينجموا يعبيوا بلاتو سهل برشا نقول لك اي وقت اللي يهبط يوسف للميدان تشوفوا شنو يعمل فانت وانت تحمل القناعه هذه اللي كنت حكيت عليها جبت نفس الوجوه اللي تدور على كل البلاتوات صحيح بون الكلام هذا قلته وقتها جاء حسن بن عثمان لهنا وهو يتعدى في برنامجه اللي هو كرونيكور فيه في تونسنا وبعديك في التاسعة معناتها حسيته انه تعاود ثلاثة مرات في جمعة معناتها الحقيقة هدهود انا تعديت على نحكي لكم بعد نقول لك علاش نجيب في نفس الوجوه نجيب في نفس الوجوه باش نفضوها فيس على فيس نجيب في نفس الوجوه على خاطر برنامجي جديد لازم عبيد تبيع تعرف انت انه باش معناتها نهار اللي تولي تبيع نجيب باش تعمل كل شيء باش تولي ما تبيعش لا تجيب عبيد مختلفة نهار اللي برنامجك انت يتفرجوا فيه برشا عبيد نجيبوا عبيد مختلفة علاش انا مثلا نحكي لك عملت
عملت ديفي الخير ما مشيت لحتى حتى برنامج لورك اخذي سوكسي كبير برش خذيت احسن يوتيوبر السنه ما جيت مشيت في حتى برنامج لورك مهم لورك فما عبيت في نفس الكومبيتيسيون خذيت جوائز اخرى رمزيه معناتها وشفناها في برامج في الانستغرام فايت 500 الف من اقوى الانفلونسور في تونس ما مشيت لحتى برنامج معناتها انت كتبت الكلام هذا بدافع على روحك معناتها تقول انا احق من حسن بن عثمان باش نكون موجود في بلاتويت نتاع التلفزيون نحكي على خدمتي مش انا كهو فما برشا دي يوتيوبر برشا فنانين زاد برشا دي رابور معناتها طالعين يزيميرج معناتها قاعدين نشوفوا فيهم وياخذوا في بلاصه في الويب وكل شيء ومانيش نشوفوا فيهم وحاجه اخرى جماعه الويب مش لهنا باش ندافع على جماعه الويب اما جماعه يوتيوب اللي هي معناتها كوميونيتي كبيره برشا انا نحس اللي ما عندهمش بلاصتهم في التلفز الحق باه عينك ميزانك في الدنيا ولا ليه؟ على حاجات على حاجات باش نعملوا لعبه يلا لعبه عينك ميزانك مصطفى حواس مرحبا بك تحية لمصطفى حواس ميرسي صحري بحري اللعبة هذه سهلة فيها تمويه لهنا عندكم حاجات فما حاجات خفيف فما حاجات رزان كل مرة واحد باش يحاول يموه شكون ينجم يطلع أكثر صحيح الشيء الموجود رزين وإلا خفيف بالحدث بالكل شيء وبالذكاء وبالذكاء يعني مستعمل ذكية في اللعبة هذه ودقة الملاحظة اون فافوار وي نبداو مع صحري بحري يلا وي اختار حاجة اوكي خفيفة 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 التمويه اللي عملته لي كان فاشل خفيفة باش تنط بالخفة خفيفة خفيفة معناتها توا عندنا واحد بلاش مصطفى حواس شنو هي؟ رزين غلط خفيفة عنا تويكا واحد واحد أنا مستعمل الذكاء بتاعي رزينة رزينة حب زعما يهزها كوم كوا أوكي أوكي اثنين بواحد باه صحيح هاي كنت ولدت خفيفه تحت هذيك ترى هي تخرزلها ايوه خفيفه ولا رزينه؟ رزينه رزينه خفيفه رزينه رزينه قلت لك ريتك باش لعبتك على نسخه لك التفاح عرفتك اللي تلقاه ديما في درماميتك اللي هو بيدو هو بيدو انت تعرف درماميتي مش تعرف خاطر ما تستعملش سين سين اوكي هذه الحاسمه هذه الحاسمه وهذه الحاسمه الاخرى زاد وحاسمه اخرى اوكي را يوسف خلينا نبعد باش ما نحسش سهله هذه رزينه رزينه؟ اه انا راني احساسي ما يكذبنيش هذه كيفاش رزينه هذه؟ انا نتعاملوا في زعما زعما علي انا ظاهره رزينه 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 هسه بيد خفيفه ولا رزينه؟ رزينه 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 ما دام طيحتها رزينه كوسو كوسو هاي خفيفة ولا رزينة؟ رزينة سور زيد ها؟ رزينة سور أميلة خفيفة شكون ربح؟ ثلاثة ثلاثة تعادل اوكي نقزو ثلاثة ثلاثة تعادل في عينك ميزانك يوسف عادود كانت عندك سيكاتريس هنا ها؟ ولا مزيان؟ لا هاي لازم يزومي بالقدي انت ها؟ ايش هي قصتها؟ والله هي قصتها ماتش تونس ولونجلتير في الكوب دي موند وقتها خسرنا دقيقة 90 نتذكروا دار هذيك بالقدي انا وزوجتي وقتها مازلنا مش معرسين في بقعة باش نتفرجوا الماتش معبي نهارتها برشا فما قرابة 10,000 واحد في البقعة ذي فما طفلة جيت قالت لي نحبك نتصور وكل شيء وقتها ما زلت أول عام في التلفزة وكل
دونك جيت هكا صارت انا تكتيل عرفت هذيك سامباتيك معناتها كان شد العبد هكا وقتها فماش كورونا تهن شد العبد هكا وكل شيء حاضر في واحد جاي يا هدهوت مشرع البونيه ظالي من 100 متر فهمت ما حكيش معايا جم اتاهالي ديريكت لهنا وعارفك ولا ما عرفكش؟ لا نتصور ما عرفنيش واللي ما نعرفوش انا الطفل قلت لك فما 10,000 واحد كي ضرب وذيب كي الملح. انا شكون ضرب ومشي كامل تفرج في الماتش وانت؟ انا كلينيك. تحلت نعذر لي 4 ولا 5 غرز. تحكي في الحب؟ نحكي في الحب ما نحشمش نقول اللي تحب انت. بالها؟ والله. يلا سحري بحري على كرسي الحب. اي جماعة. يلا. اي سحري بحري. هذا كرسيك عشت في فرنسا قدش من عام؟ 3 سنين عندك جنسية فرنسوية؟ اي امي مولودة غالي دونك ما هو تتورث الجنسية الفرنسية دونك عندي الباسبوري فرنساوي عندي باسبور تونسي باسبور فرنساوي الوالد؟ اي شو نجم نعرف عليه؟ بابا كونسلتان في البترول خو لطفي في البحر ضامر برشا شنو تعرف هكا تولدت وفي فمك بغرفة تذهب الحمد لله اي مش هكا عشنا ما عنديش يوت وجيت بريفي يابا لا ما عشت لاباس معناتها الحمد لله ما عشتش زاد اما محروم الحمد لله لا ما عشتش محروم فما تصريح عملته كلفني غالي في الموضوع هذا اللي هو؟ اللي هو في موزايك مرة كي استدعوني على الدفي الخير قلت أنا ما ريتش الفقر عمري لا ريت الفقر بعيني معناتها فهمت جاي من عائلة لاباس الحمد لله بابا ما حرمنا من شيء لأنا لا أختي قرينا على رواحنا خرجنا قرينا لبرا الزوز اللي نطلبوه نلقاوه معناتها قلت لك راهو بابا ماهوش يا أخي مش غني تكتب علي أرتيكل باهي محرق من نوع من نوع شي سخايب روحه هذا و اونتر جيومي معناتها ستيل متعلي على العبيد اللي ما في حالهمش اخي انت مطالب انك تكذب وتقول انا انسان بديت زوالي باش تنجم تسخف الناس في تونس ظهر لي لازمك تكذب وتعمل شعبويه وتقول راني زوالي وتحرمت وكل باش تعجب الناس بالكش مش الناس خاطر الناس دي في الخير ظهر لي انت هدهود نشكرك على دي في الخير على الاخ انا اللي نشكرك عايشك ربي يخليك دي في الخير بالرسمي اكسبيريونس اقوى اكسبيريونس عشتها في التلفزه معنا اول مره تشوف الفقر هذاك في اول حياتك. مره ندخل دار عبيد في الفقر هذاك معنا نعرف فقر لعبت في جمعيه تريان انا كورت وانا صغير نعرف اللي عندي في جمعيه عبيد تكور معايا اللي مش اليس في حياتهم كيفي معناتها نشوف معناتها اما فقر في ديار العبيد اول مره ندخل هكاك ونشوف وكان لي منعرج كبير برشا في حياتي بالرسمي ديفياسيون في برشا تفكير وبرشا حتى مع العائله معنا حتى مع العائله مع زوجتي بالرسمي دي في الخير من نوع فسر لي ايش معناتها ديفياسيون كيفاش اثر فيك الحقيقه هدهود دي في الخير ما نعرفش انا كنت الحقيقه بون فيفون معناتها فهمت كنعيش مع اللي فما تعرف باش نخبيو على العبيد نحن الدومين التلفزه والميديا الحمد لله حتى في الويب نربحوا بالقديه فلوس معناتها كنت الحقيقه ما نحسبش تعلمت نحسب بالقديه تعلمت انه فما عبيد مستحقت لنا راهو بالرسم نرجع لكرسي الحب هاي. مرتك كيفاش عرفتها؟ في البحر عادك المعلومات الكل اللي حدود هاي نعرف كيف باش توصلني عرفتها في البحر في عركه عركت انا وياها اول ما عرفت لحمت مرتك هذه؟ اي مرتي وفات شنيا هي انا تعرف هدود باركوري بدا بالفيسبوك ومن بعديك في سناب شات تذكروا سناب شات نحت او جمله من تو في سناب شات كنت يتبعوا فيا برشا عبيد معناها عاد فما هما قاعدين هكا بنات منهم صاحبات مرتي اللي هما قراوا معايا معناتها نعرف سلمت عليهم الكل انا طبيعتي حشيم مش معناتها حقار حشيم معناتها كان ما نعرفكش هكا معناتها ما نعرفكش وما صارش بيناتنا الرجار ما نسلمش فهمت سلمت عليهم الكل وهي عطيتني بالظهر يا اسمع قاتل
مش قادر راك عملت لي زوز فيديوهات ما تسلمش على العبيد وشان عاد تعيط وليت. ومن وقتها؟ ومن وقتها كتوب من وقت. قديش قعدتوا مع بعضكم قبل ما تعرسوا؟ عامين قعدنا. برشا تهبط تساورك مع مرتك؟ اه. اصحاب اكثر منكم؟ صحيح صحيح. اه هاي ديدي. صحيح اصدقاء اكثر من كوبل. وظهر لي سر نجاح العبيد المعارسة هو لازمك كيف انك الشريك حياتك ماهوش مرتك هكا هو معناتها ماهيش علاقة جيب الخبز وهبط الزبلة حاشيك علاقة أخرى معناتها فهمت فما صحبة فما كلام فما برشا كلام بيناتنا فما نحكي لها كل شيء كي نبدا متقلق نحكي لها كي نبدا فرحان نحكي لها مغيرة؟ ليه الحق برشا تعليقات يقولوا أنت تخاف منها لامبريسيون ميسير فما حتى راجل تونسي في دار والله يا هي تعاو يغزر والرجال يتفرجوا نهار سبت في الحوار التونسي فما حتى راجل في تونسي ما يخافش من المرض صحيح ولا ها هاو كديريك تعمل لها تحفه صحيحه الحكايه صحيحه تحفه الاول اللي خاف اش معناتها تخاف مع النور اللي نرعش مع كي تجي مرتي تطربق البيب مش هكيكا ما تخاف معناتها تخاف لا تخسر مرت مش تخاف من مرت شمشو الكرسي اخر كرسي يعني لك اسمه كرسي السوشيال ميديا يوسف سحري بحري على كرسي التواصل الاجتماعي لولا وسائل التواصل الاجتماعي لما كان يوسف سحري بحري صحيح ولا غلط صحيح 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 انت مدين الاكثر ابلكيشن اللي هي يوتيوب فيسبوك ويوتيوب بالحق اما مدين ماني ماني انستغرام 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 قديش دخلك انستغرام كل شهر المعدل ممكن تعرف اما شهر وشهر دونك اقل شهر 3 ملايين الحق 3 ملايين اقل شهر شهريه هايله برشا بيان سور وخدمه صعيبه برشا لعبات سخيله سهله راهي ماهيش سهله انك تكون انفلونسور انك تقدم دي برودوي على الانستغرام راهو سي با ايفيدون كان مد لك تاو تليفون هدهود وبرودوي بالكش ما تدخل بعض ندخل بعضي ها على خاطر مثلا انت تبعوا فيك 545000 صحيح انا يتبعوا فيها اكثر منك بثلاث مرات لكن ما ندخل حتى شيء من انستغرام اي خاطر انا موظفو الانستغرام انت موظفو انت تعرف توظفو مش تدخل فلوس صحيح انك تكون وجه نتاع ماركات ما ينقص شويه من كريديبيليتي من صورتك اليوم مع مونجيلا غدوه مع حكة ماتن بعد غدوه مع فريجيدير بعد غدوه مع ريدو بعد غدوه مع ماريو الخلعه بعد غدوه مع صبات بعد غدوه مع الحقيقه مانيش في البيج هذا على خاطر نتعامل مع اجونس دو كوميونيكاسيون عندي اجون معناتها اللي هي ميسم عامر تحيه لميسم عامر و ام ان ديم ام ان ديم ايفنت هما اللي لاهين بيا معناتها ياثروني في شنيا هي معناتها نرفزوا ساعات نرفز دي مارشي باش نعطيك زوج تصاور غادي قول لي انت لشكون مدين اكثر اوكي في المسيره نتاعك نضال السعدي امين قارة امين قارة حق امين قارة لو لا امين قارة في الاعلام راهو لا يوجد سحري بحر ممكن لا يوجد سحري بحر ما نعرفوش عدل صحيح رغم اللي كل اللي حسيت جيت فتره اللي قلبك مش صافي برشا مع امين وتوس في تتهم امين انه اقصاك من جديته حق حتى كان اقصاك لكونك كسول لا اقصاك لكونك ما تعرفش تخدم لا اقصاك لكونك تقلق ممكن فيش للاسف قولها بالفم والملي فما عبيد في الدومين ذيوبه خويا جديته غابه فيها ذيوبة؟ في فترة ما اي مش اللي في البلاتو راه خاطر انا برودكسيون معناتها نخدم وراء الكاميرا بخلاف الكرونيك نتاعي معناتها اما في فترة ما انا تتهز كلام وتجيب كلام وتقال عليك وما قالش عليك انا اخويا قدام كاميرا راه امين قارة اخويا وصاحبي وراني نحبك برشا ولو لا امين قارة راني مانيش في التلفزة كيما تقوى معناتها سحري بحر من جودي تو استقلت ولا طردت؟ استقلت نضال السعدي اها دي تيب استقلت ولا طردت؟
هو الكونترا في الحوار التونسي وفي ما حكيناش في التجديد مشيت على روحي. بالكش انت بكش حابب تتطور ولا مكش قادر تتطور ولا؟ والله يا دود صار تعرفوا قدراتي معناتها اللي خدمت معاهم الكل معناتها مش انا نحب نتطور ما نتطورش لهنا انستيتيوسيون معناتها شركه كبيره قناه كبيره برشا معناتها تعرف ايه انا دو كوا جو سوي كابابل برهنت برشا مرات معناتها اللي نجم نكون عندي بلاست. باهي انت تو في تونسنا اه موجوع انك ماكش في الحوار ولا ليه؟ ليه بيان سور كو ليه اما مانيش موجوع من الحوار دي بوان راهو لازم يتقال معناتها على خاطر اكسبيريونس كبيره برشا في الحوار تعلمت برشا عرفت برشا عباد باهيين وجي الوقت انه لازم سحري بحري يكبر وبالكش ما نجمش نكبر في الحوار خرجت كبرت وحدي البر. زوج صور اخرين اها سلام مسيو مصطفى حواس. شكون اقرب لك تو؟ طبيعه ستوف سلم سوما ما نعرفوش راهو بيرسونيلمون ستوفا عاشرته معناتها. انت كنت متاثر بسلام سيو؟ وي هي كنت متاثر بيه كنت تفرج برشا فيديوهات قبل ما نبدا نعمل انا فيديوهات كنت تفرج برشا فيديوهات سلام سيو. باه زوج صور اخرين ها حمزه بلومي لطفي البحري ها نختار بيناتهم تبيع على عمي مع لطفي البحري تحية لطفي البحر. مع حفظ الألقاب الإعلامي الكبير لطفي البحري أه. علاقتك به كيفاش؟ عادية جدا ك كلمة عادية تتسمى كلمة خايبة راهو عليه لأنه كي نقول لك على علاقتك مع عمك كيفاش لازم تقول لي علاقة طيبة. ليه هي علاقة طيبة أما عادية معناتها مانيش صحاب برشا مانيش ليل بعضنا برشا. علاش؟ خاطر من اول الدنيا هكيك معنا. علاش ما حضرش عرسك لطفي البحري؟ لانه وقتها عنده تورناج دراوين ماك تعرف يعمل دي دوكيومونتير وكل شيء دونك ما حضرش في عرس. باش نعملوا لعبه باش نعطيك اسماء نتاع وتصاور نتاع دي يوتيوبر وانت باش تقولي شكون يقنعك اكثر. اوكي نبداو مع الزوز صاور الاولانيين عندنا سامي وسامي سامي الشافعي والدريدي. سامي الشافعي سامي الشافعي سامي الشافعي يقنعك اكثر من سامي الدريدي. سامي الشافعي امين الامام. امين الامام عندي برشا ما ريتوش على اليوتيوب دونك ماهوش موجود تو اما كي كان قبل اللي يعمل كان يعمل في خدمه مزيانه برشا برشا هو هشام قدوش مي سامي الشافعي. سامي الشافعي سي نصر. سامي الشيف علاش سامي الشيف في برشا مرات خرج في الميديا ما قالش عليه كلام ياسر حلو دونك سامي الشيف عطى رايو عطى رايو يا ما راي فما الراي من رايي اون فيت كي فما الراي نتاع تحب تجرح العبد وفما راي نتاع تنقد في الخدمه نتاع العبد. سي ناصر قال انك ماكش يوتيوبر. اي خذيت احسن يوتيوبر سنة والجائزه تعطات لي قدام دوك مانيش يوتيوبر. اونيتمون خدمه سامي الشيف. سامي الشيف باهي اور سوجي عندي برشا ما ريتوش زاد خدمته الطياره ياسر 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 مي على الغياب نتاعو نختار سامي الشيف. قرنقص قرنقص تحفون قرنقص مشروع ممثل ممتاز معناها والله مشروع ممثل قوي برشا اما على اليوتيوب سامي الشافعي الحق. سامي الشافعي بيكي سامي وبيكي في الخدمة الحقيقة يعجبني سامي أكثر في المحتوى معناتها سامي الشافعي. سلام مسيو سلام مسيو سامي الشافعي قبل راني اخترت سلام مسيو أما توا سامي الشافعي. اليوتيوبر المثالي بالنسبة لك أنت توا هو سامي الشافعي. كان هذا صحري بحري على كرسي السوشيال ميديا. We'll be right back.
ساحري بحري يلا نشوفوك بشكل يومي مع وجهها في المدام هي. على اي اف ام راديو اي اف ام وبالنسبه للبرنامج نتاعك نشوفوه كل نهار جمعه كل نهار جمعه 9 غير 4 على قناه تونسنا وفي اليوتيوب ساحري بحر موفق ما بيناتهم عايش نتمنى لك كل التوفيق ربي يخليك هذا هو وربي يوفقك في اللي تعمل فيه ونتمنى لك النجاح ربي يخليك عندك طاقه كبيره ان شاء الله الطاقه هذه تخرج وخاصه عندك طاقه في التمثيل على هذاك توا باش نهزك مع وليد الزين ومع اروى بن اسماعيل وباش نعملوا سكيتج مع سحري بحري صح صح وبالشفاء ان شاء الله ينفع اللهم صلي على النبي راهو عندي صفة وهرة راهو عنده عينين راهو عنده زين راهو عنده قد اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي خمسة وخميس عيني ما تضرك عيني ما تضرك عيني ما تضرك بارك الله على وليدي اسمعني ما تبداش تدور بيا منه من إجا الموضوع من الخرفيسة توا وليدي ماك تعرف الحقيقة بعد ما توفى أبوك الله يرحم الله يرحمه ويخف عليه طلاب الثقيل الله يرحمه يا اخي عاد البارح حسني متحيره وقف عليا فني حقيقه نسمع في الصوت هكا يعيط يا حليم وانا نقول نعم يا حليم وانا نقول نعم ظل كان تحبيني فرحه وكان تحبيني مرتاح في قبري عرسي لا حقيقه هكا قلت له عجب قال لي اي عرسي 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 قل له قال لك ولدك دويو 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 خاطر انا امي مستحيل تعال تعرس براجل اخر راجل يدخل الى الدار بيجامات بابا شليكه بابا يحل فريجدير بابا ميكروند بابا غاز بابا يعطيك بابا ان شاء الله ماكش جيت نصور فيه جيت نحط لك في علم وانا راني باش نعرس باش نعرس قرار وخذيته فيني وانا باش نخرج من الدار قرار وخذيته فيني هاي هاي نقعد نندب انا تو على السادي وننوح ويا ناري على سدد عليا باب بلاه محسوب اش بيني يا خير اش ناقصني اش ناقصني اش بيني فماش راجل هكا يزوز عليا ويخرج الدار فماش راجل هكا يقول لي كلمه حلوه بكش صغيره يعجبكش زيد مي سوري فسكيني انا نعرف نحكم في روحي يعجبكش زيد راني يتيمه راني هكا حيوط راهي يعني بيك ربي السلام عليكم بابا ساليس المنشي ساليس عفا وين سامبو سامبو كتي جبت ليك القطو انسف كيتون القطو اسي وجبت لك فريد فريد هذي فرتك انشانتي انشانتو ارشانتي انشانتو ارشانتي اسي ارشانتي ارشانتي انشانتو ارشانتي انشانتو جي قد مرجع اي حليم انسي النونش حليم معناها باش انا باش باش نعرس بحليمة تراه قومي تحشميش والله ماني مصدق عايش هاي 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 معناها باش نعرس بحليمة هاي باش نعرس بحليمة نعرس بحليمة نعرس بحليمة قولي لعرسي قولي نكتب صداقي مسلاني أي شخص مازال بكري سلم جي مسلاني ما هو عندي البرد حشيك ندفع ليك هاي اسمعني ها اطفل ولدك وين مشى للقه اسمعيني اخي انت قلتي له على الحكايه اي قلت له انه راني على الحكايه مش قال لك هو والحقيقه راهو كيف اللي ياك اش قالك؟ قال لي كيما تحبي
أما الحق قال لي لا. كيفاه قال لك لا؟ واش دخلوا في؟ لا أنا قلت مهمك شيء. واش دخلوا في؟ لا لا. أي هكا. كيفاش يقول لك لا شي هم؟ واحد بطال ما يحشمش. أي خليت تربي وخليت واش بتربي؟ وما ما يجعرش. نهار كامل من بلاصة لبلاصة. صحيح. يمد في يديه. ترى قهوة ترى سيجارو بطال يحشم بطال وما يحشمش أما راجل وسيد الرجال لا واه عند ربي راجل وسيد الرجال عارفه أنت أنا راجلك سمنشي خلي 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 لا سلوي أوكي خلي أنت أسمع ريتها أمك باش تعيش معاي باش نعيشها الدنيا يا حاج أمي معك أنت تعيش لآخرة باش الدنيا إيش نقول فهم مازال يا عشبكش يا اخي ماكش مقدر اللي امك شجره وورقها ذبلت ماكش عارف اللي ناقصني عصفور ها ناقصني عصفور وظل يغني على خصاني هكا من غصن لغصن اقعد هكاك ها هو العصفور ها هو العصفور ها ها هو العصفور يا ديابت لا تزق على البنك عصفور يا بتاع عصفور عصفور قلت له بجدك انت مش عارس بهذا كيف بكره اسمعني 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 يا طفل اسمع ريتها امك والله العظيم انا خذها تهنى عليه لما نلبس امك لهري وانا شو نلبس امك طاوله ما تغشش عليه ما تغشش عليه تغشش قد بايك يقول لي لبس ما تفسوش ولا بكرة ويتنرفس جاوبي المونش نعيدك تكلمنيش نعيدك تكلمنيش تكلمنيش قل لي مقال سيبني قلت مقصنيش زي ما تكلمنيش قلت ما تكلمنيش قلت لك ما تكلمنيش السي المنش سي المنش نعم هو راهو صغير كي ولدك راه بس عبد الكم الله يصحي يا صغير تنرفز شروح عندي تعرفيني الغش والعصب الله راهو قلبي ابيض صحيح هذاك علاش قلبي ابيض قلبي ابيض والله قلبي ابيض اتفضل انت ظاهر فيك عبد به يا خويا ان شاء الله مبروك عايشك يبارك فيك يبارك فيك سيدي هكا هاي سيدي مرحبا نتموا البيعه والخطبه وكل مع بعض اما نحب نقول لك حاجه تفضل راهو من بعد باب عرست بثلاث ثلاثه انتقلاء الله لا ترب الله 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 لا ترب يا لطيف سي المنجا اسمع الله مبروك اجي نفسرك اجي نفسرك لا هما توفوا ولا غالب خذا وقدر هذا لي خاطيني مشني معناها زعمك اللي عتبتي مشي باهيه ولا انا خضرة على الاخر لا لا ها باش نقول لك الاولاني الشرق مشيت للكوجينه باش نجيب له كاس ماء بطيت عليه يا اخي توف الثاني نهار اللي خذيت الفرن قلت نمشي نعمل به دوره ركبته في الكهرباء بجنبي عملنا اكسيدون كاميون دخل في جنبه اش نعمل توف الثالث ما زلنا في الصاله كملت التعليله نحن مروحين دخل الباب في المفتاح اضرب المفتاح مازال في المفتاح في البيت واضرب المفتاح هلا غادي ندخلوا دار البيت الرابعه ذي الله لا تربحك ان شاء الله فرحان انت الرابع كم فرح بيك عاد قول له راهو طيب مبروك يا بابا يعطيك الصحة مقويك برافو هاك معناه هاك هاي في بالك مت شو هيك هذيك قومي قومي هاي سهري بحري يعطيك الصحة عايشك هدود نشكرك برشا خلي كلمة الختام نشكرك هدود نشكر الوليد الكل نعرف الناس الكل لهنا دوك نشكركم برشا كهو تفرجوا فيا كل نهار جمعة 9:15 على قناة تونسنا وفي اليوتيوب نتاعي سهري بحري البرنامج وكل يوم على إذاعة FM 9:30 النص النهار جست نحب نشكر الحجة نتاعي معاوية
نبوسك برشا، يعاني فيا مسكين. باش نهدي لك التليفون نتاعك. إيميدي جي. عايش. إن شاء الله مبروك عليك خويا. ميرسي هدهور. ربي يوفقك. عايش. بالنجاح والتوفيق. صحري بحري. عايش.